يعني هو انا كنت حاطط تمرين وعرفت ان هو يعني عارف ان انا موجود وحب ان هو يسلم عليا، فانا كمان يعني نزلت سلام عليه، اتمنيته التوفيق وقلت له ان احنا عايزين نكسب افريقيا اللي جايه ان شاء الله. و خلي صوتك شويه. تصفيات كاس العالم طبعا يعني نتمنى ان هي ان احنا برضه ان شاء الله هي اسهل من المرات اللي فاتت، بس برضه نتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه. وانا قلت له الكلام ده. قال لك حاجه تاني غير كده؟ لا لا ما ليش حاجه تاني، برضه يعني كلمنا عن شغلي شويه وبس. قلت له ان انا حابب يعني ان هو لو يقدر يخليني اقابل صلاح في المعسكر بتاع المنتخب، بس لسه ما مش عارف. كلمنا عن الفتره الجايه بالنسبه لك، او انت الفتره دي شغال فين؟ قول لنا، عرفنا نفسك اكتر. هو انا شغال حاليا في الدستور، في رياده الدستور في الموقع في قسم الرياضه. بشتغل بس بغطي الالعاب الجماعيه، هاند وبولي وباسكت وكده. هل اللقاء اللي بينك انت وفيتوريا ده كان صدفه ولا كان في تنسيق قبل كده؟ لا والله ما كانش في، مش صدفه يعني، ما كانش في تنسيق ولا حاجه. هو بس حد يعني انا كنت جيت حضرت المنتخب تمرين المنتخب بشكل عادي، وبعدين عرفت ان هو حب ان انا انزل اكلمه. يعني بتمثل لك ايه بقى المقابله دي واللقاء اللي انت عملته مع فيتوريا دلوقتي والكلام؟ يعني فرصه لطيفه جدا، وان كنت احب يكون اطول شويه كنت احب اخد منه يعني كلام حتى كجزء من شغلي. وعدك بمقابله صلاح؟ قال لي هحاول، وصعبه بس مش عارف يعني، مش عارف بقى ده ممكن يحصل ولا لا، بس مش عارف بقى ممكن كمان بعد التمرين لو قدرت اكلمه تاني حتى لو ان شاء الله. لو صلاح هيسمعك دلوقتي رسالتك ايه دي؟ يعني اقول له ان يعني انا حابب ان انا اتكلم معاه بشكل كبير قوي يعني. يعني صلاح بالنسبه لي يعني انا بتفرج عليه في كل حته من ايام بازل يعني حرفيا. وطبعا ده غير يعني انا اوريدي بتابع بشجع ليفربول من 2005 من ايام تشامبيونز ليج، بس هو لما بقى موجود في ليفربول بالنسبه لي دي حاجه يعني حاجه كبيره قوي، وخلتني اكتر يعني فخر ليا ان لاعب اهم لاعب في منتخب او في تاريخ بلدي كلها يكون بيلعب في النادي اللي انا بحبه وبشجعه. فعشان كده يعني يمكن اكتر حاجه نفسي اعملها حاليا ان انا العب.